أشعر بالزهو والفخر. مسيرة البداية تحبس الأنفاس في يوم التأسيس. يعني تبي أكثر من هالفرحة، تبي أكثر من هالابتسامة على كل واحد. عشت فخر المسلمين وعاش الملك للعلم والوطن. الأجواء الاستثنائية والفعاليات دي حصلت في ليلة واحدة وفي مسيرة البداية احتفالاً بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية. ففي الليلة دي شفنا الألعاب النارية، الرقصات الشعبية والتقليدية، وكمان المشاهد اللي بترجعنا لحضارة السعودية القديمة، من فرسان الجزيرة على الخيل والجمال، واللي حملوا علم التأسيس وراية التوحيد ومشوا بين الناس بمشهد يحبس الأنفاس. وأكيد المسيرة ما خليتش من العروض العسكرية بالزي العسكري الرسمي. ومن أحلى المشاهد كانت الحضور النسائي في المسيرة دي، فشفنا سيدات السعودية القدامى وأزياءهم المختلفة والمميزة. وكل المشاهد دي والعروض الغنائية واللوحات كانت بتحصل في المسيرة اللي بتمشي، وعلى جانبها بيشوفوها كل فئات المجتمع السعودي من الرجال والنساء والأطفال اللي كانوا بيرقصوا فرحانين. واللوحات الغنائية دي كتبها فهد المساعد اللي قابله إيتي بالعربي خلال المسيرة. والله مشاعري أكيد أنه أنا أشعر بالزهو والفخر، وأشعر بمسؤولية أيضا، لأنه أنا قاعد أتقمص مشاعر كل أبناء البلد وفخرهم وشعورهم يعني الامتنان لهذا الماضي، هذا المجد العظيم، وقاعد أحاول أوصله. ومن الحضور المميز للمسيرة كان علي المدفع. باليوم التأسيس، هذا يوم أجمل يوم في حياتنا كلنا كمواطنين. يعني تبي أكثر من هالفرحة، تبي أكثر من هالابتسامة على كل واحد، تبي أحلى من هالناس اللي قاعدين كل واحد لابس الشكل وجاي ومبتهج وفرحانة في هالحفل. الله يعز مقدارهم ويخلينا قائد مسيرتنا الملك سلمان بارك الله فيك ولي عهد الأمين، والحكومة السعودية كلها والبلد يحفظها من كل سوء. وببادرة لطيفة حضر وفد مصر إعلامي للمشاركة بالاحتفالية دي، وكان من بينهم نشأة الديهي عمرو الليسي وأحمد موسى. أولا كل سنة طيبين، كل سنة وشعب السعودي الشقيق دايما بألف خير. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بنقول له كل سنة حضرتك بألف خير. سمو الأمير محمد بن سلمان بنقول له كل سنة وسموك دايما بألف خير. كل سنة لأشقائنا في المملكة بالاحتفال بالعيد الأول لتأسيس المملكة. تحية للشعب السعودي العظيم، والتحية لقيادة المملكة على أن اهتمت اهتمام كبير جدا بإعادة الهوية والتاريخ السعودي لتقديمه للأجيال الجديدة. أتصور أنه الهدف الرئيسي من هذه الاحتفالية والعودة إلى الجذور من أكثر من 3 قرون، الفكرة الأساسية منها هي محاولة تقديم السعودية الحقيقية بكل التحديات التي واجهت المؤسسين الأوائل إلى الأجيال الجديدة. بصفتي رئيس اتحاد زعات الدول الإسلامية عايز أبعت كل تهاني قلبية لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي العهد أمير محمد بن سلمان، وأهنيهم وأهني الشعب السعودي الشقيق على يوم التأسيس.